الله يا حام الشريعة أتغض وهي كذا مروعة ما تتصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة فانهض فما أبقى التصبر غير سيدي يا فرج الله فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواء صلها القطيع فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة فاشحذ شبا عضبا به وله الأرواح مذعنة مطيعة واطلب بي بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة ماذا سيدي يا صاحب العصر ماذا يهيجك إذ صبرت لوقعة الطف الفظيعة أترى تجيء بفجيعة أما الظمي تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الظلا الوريد مخضب يا لله يا مخضب فاطلب رضايا من إلى جنب الشريعة على مراعي الثار ما يظهر والله على مراعي
الثار ما يظهر على وينشور لليتانون على ما وينشر لليتانون على النسب متون النسب متون عماته يعزو علينا سيدي يا صاحب الامر والله نسب متون عماته على والله على ما يا ضرب وصياط زجر وجور ومية ضرب وصياط زجر وجور يا رمية حاشا أن ينسى صاحب العصر تلك المواقف ولا سيما موقف لتلك الطفلة التي عندما مروا بهن على أرض المعركة يقول هذه الطفلة لم تتمالك نفسها ألقت بنفسها على جسد الحسين تقول أبا من الذي خلب شيبك بالدماء أبا من الذي حز وريدك أبا من الذي أيتمني على صغر سني بينما هي كذلك وإذا بذلك الرجس يجذبها وهي على صدر أبيها أبويا برضاك برضايا معاك يا رغم عليك يجرني الرجس من بين يديك وأنا أصرخ ودير العين لي والله ودري بحميتك ما أتخليك يا إيلك معذور يا الحز وريدي يا أي معذور يا الحزا يا يا وريدي يا راس مفترس الضياء غم في الوغى كيف انثنى فريسة الأوغادي